بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الأشبال. الأهلي على مدار تاريخه شاهد أحداث كتير، انتصارات وأفراح وكمان انكسارات وأحزان، ودايما جمهور النادي الأهلي شاهد على كل ده. ويوم ما قالوا يوم ما بطل أشجع هكون ميت أكيد، يوم اترجت المدرجات وترجت قلوبنا معاه لفقدان شهداء غاليين مننا، من إخواتنا وولادنا. 74 شهيد أثروا فينا وأحدثوا الشرخ الأكبر في قلوب كل محب ومنتمي الكيان. النادي الأهلي دايما هيفضل فاكر جماهيره، النادي الأهلي عمره ما هينسى شهدائه اللي دايما هيفضلوا طول الوقت منورين تاريخه. رحم الله شهداء الأهلي.